بعض انواع التفاعلات الكيميائيه، وخدنا اول حاجه تفاعلات الانحلال الايه الحراري، واخدنا فيها انحلال كربونات الايه الفلز، اخدنا مثال عليها كربونات الايه النحاس. كربونات النحاس لونها ايه؟ شايفين لونها اخضر اهي. طيب هنحط هنا كربونات النحاس اللي لونها اخضر، وقلنا هنعمل ايه؟ هنسخنها. شايفين لونها بدا يتحول للون الايه؟ الاسود. ده بقى اللي هو ايه؟ جه منين ده؟ ايه اللي بيتقل لونه اسود؟ كربونات النحاس بتنحل بالحراره بتساوي ايه؟ اكسيد الايه؟ اكسيد النحاس اللي لونه اسود. طيب في غاز بيطلع اهو، شايفينه؟ الغاز ده لما مرره على محلول ماء الجير الرائد هنلاقيه بيعمل ايه؟ بيعكر ماء الجير الرائد. ده غاز ثاني اكسيد الكربون اهو، شفته؟ اتحول من اللون الاخضر ده للون الايه؟ الاسود. دي كده كربونات النحاس، ودي ايه؟ اكسيد النحاس. طيب بعد كده قلنا هنشوف الانحلال الحراري لايه؟ كبريتات الفلز زي كبريتات النحاس. دي كده كبريتات النحاس لونها ايه؟ ازرق. دي كده كبريتات النحاس اللي لونها ازرق. هنشوف لما نسخنها هتنحل بالحراره. ايه الغاز اللي شايفينه بيتصاعد ده؟ غاز ايه؟ ثالث اكسيد الكبريت. تحولت هنا من اللون الازرق للون الايه؟ الاسود. طيب اللون الاسود ده اللي هو ايه برضه؟ ايه اللون الاسود ده اللي هو ايه؟ اكسيد النحاس. بيتصاعد غاز ايه؟ ثالث اكسيد الكبريت.